Yo, what's up, motherfuckers? This is Jojo. This is Jojo and Fofo from 108.3 Kuala FM. And we about to bring it home. Yeah. You know what it is, what it was it? Yeah, boy. Yeah, a lot of people talk the talk. Bitch, nobody walk the walk, especially if they're in a wheelchair. Yeah. Hell yeah. Hell especially yeah. if they're walking Chinese food. A lot of people walk the walk, though. Yeah, this is how we do it right here. Oh, man. Welcome to McDonald's. تخيل هو في درايف ثرو عمال واحد بس عايز يطلب اللي هو ان a lot of people talk the talk. Yeah, can I have a fries, couple of milkshakes and a double cheeseburger? Bitch, did I stutter? Yo, I'm hyper قوي وهو تعبان. انا تعبان قوي. عارف ايه اكتر نكتة بحبها غير النكت اللي قلتها في خلال البودكاست في الماضي؟ ايه بقى؟ طب حلو. دي نكتة حلوة يعني انت تقفل في وشي. دي نكتة حلوة. يلا نستنى فاروق يكلمني. الو مان، وات ديد يو دو؟ عاجبني ان انت لسه بتقول لي في حاجة حلوة. في ايه انت قلت؟ في ايه؟ مش عارف، عايز ابتدي الحلقة دي من الاول. ليه؟ I feel like أنا فكرت في حاجة. Like a million bucks. لو البوك بربع جنيه. لو أنت الجوكس اللي أنت بتقعد تقولها اللي هو your sister is my mama. My mama is my own auntie. ففكر your uncle is my daddy, bitch. لو في theme song ما بين incest يعني هتبقى بوم تشيكا ماما. لذيذة. وحشة قوي. لا، هي لذيذة. قديس لك كويسة. هي لذيذة يعني. هي لذيذة. الزيزة. كويسة. فيش الزيزة. هي لذيذة. هي بدون زيزة. المهم ايه حاجة سودة بتطير وتناونو. حاجة سودة بتطير وتناونو؟ أكيد قطة محدوفة مش شباك. لا لا لا، غراب بيستقبل. لا لا، دي جوك مصرية قوي. I love this joke. أنا بحبها قوي لأن فكرة إن إحنا خلاص خرجنا من الريل بتاع إن أنت هتلاقي إجابة حقيقية، لأن دلوقتي anything is possible فتح لي حاجة كتير قوي في حياتي في الكوميديا بعد الجوك دي. إن هو بس غراب بيستهبل، فاهم؟ مجرد غراب طاير. نو وسع نيجا. I can do whatever I want. بس هي برضه دي حاجة تخليك تفكر فيها. في جوك وحشة قوي. هي اوفنسيف لاي حد حواليها. لكم خلاص لاي حد سيني زيجي. هاو تايجر وودز. هاو دو يو جيت ا فيلوسوفر اوف يور بورتش؟ ها، باي هيم فور ذا بيتزا. قريتها ما كنتش مصدق. دي حلوه قوي قوي قوي. يا لهوي على الاهانه. يا لهوي، دي فظيعه دي. God damn, boy. عايز أتكلم عن حاجة برضو. قولي. أوكي، لازم هنقطع هنا، هرد وهرجع لك تاني. ماشي. أنا on hold. أنا دلوقتي مش on hold. فاروق قفل خلاص. أوكي، أنا قلت تقريبا سمعني وأنا بغني عايز الوقت. أنا مش عارف أشتغل. ده صوت فاروق. ده بالنسبة لي ده صوت فاروق. لو أنا مش عارف أشتغل. كفاية ضوابط ورا بابا، أنت مش مسمار في البتاع. المهم، عايز أتكلم على إحساس مهم بقى بالنسبة للحياة يعني. ألا وهو عارف لما بتبقى بني آدم كده ماشي عادي في الحياة، وبعد كده بتحاول تبقى كويس وبتاع ومش عارف ايه، you're trying to live your life. yeah. وبعد كده فجأة يعني تحصل على صمغ قوي على ايه؟ معاك
على glue that actually works. صمغ قوي. اوكي. احساس ان هي معاك صمغ قوي ده هو بيدي احساس قوه كده ان في اي حاجه ممكن تتكسر ممكن الزقها. And it's very rare. حتى قلبي اللي كسرتيه لي. In my mind it sounded a lot funnier. موضوع الصمغ القوي ده بس الانترو كانت وحشه. May this shit ain't funny but it's true though. It's true though. لا انا مثلا لما بجيب امير بحس انت عمرك لزقت صبعك بامير من غير قصد؟ ده 100%. انت عمرك لزقت صباعك في عينك بامير؟ لا. ايه ده انت عملت كده؟ ولا انا لا. انا مره لزقت والدتي في الحيطه. انا مره لزقت جدتي في الشغاله. اي if you know you know. If you know you know man. المهم للي بيسمعونا اول مره دي مش حلقه كويسه تبتدوا منها خولي. ليه ما دام كنت تطلع حلقه حلوه. ماشي. Supposedly man. So two guys walk into a bar man. Yeah. They hit their head. ده انت اللي مألفها؟ مش فاكر بقى والله تقريبا. دي حلوه قوي. انا كنت مستني بقى تقعد تقول she's a free just take a number you know just one number just one the first parents. Just me her grandparents it's okay she's a friend get a baby with her just one baby one pregnancy it's okay do it cesarean just start much. A business together start a build a home together you know get a dog get call a dog call the store moms and pops she's a friend get all together. يعني المهم انا جيمي. صحيح. وانا فاروق واحنا بيجينا مكالمات كتيره تقطع البودكاست في كولا ساندويتش بودكاست. انت عايز ان انا ان في الاول البودكاست كنت انا اللي بقول كوالا ساندويتش بودكاست وبعد كده بقى لنا فتره طويله قوي انت اللي بتقولها. ده ايه الكذب ده؟ لا انت كل مره انا بقولها فانت تقوم ساكت شويه كده تقول في كوالا ساندويتش بودكاست. تاني بقى كتير قوي بقول ايش I know you man I know my sister is my brother. يا دنيلو ايشي. طيب مفيش ايدنتيتي للحلقات خلاص من كتر ما كل حاجه سايحه على بعضها. عشان كده قررنا نعمل اتنين عواجيز تاني. فاكر لما كل حاجه كانت سايحه كل حاجه كانت تبص على الحلقه وتقول هي دي لوحدها كده مفيش زيها تاني. بس اكيد في مثلا حلقه 49 مثلا زي حلقه 20 مثلا. انا فاكر الحلقه اللي هي بتاعت العروسه 60 كيلو دي. هي الحلقه كان اسمها كده. تخنت بقى العروس. ايام زمان كان 60 كيلو 60. دلوقتي 60 كيلو بقى 59. 60 is the new 40 بقى. نعيش شبابنا يا الله يا كريم. بسم الله. ونفسي بقى فاكر لما كنا بنأجر عجل. فاكر لما كنا بنأجر ونبجر. ونأجز ونعجز بقى. قعدت اقول لك انا ايام ما كنتش فاهم حاجه اقول لك ايه الجدون ده وانت تقول لي الجدون يا جيمي وانا اقول لك ايه الجدون ده. والله كان كمية حاجات مش فاهمة انت يا جيمي وانا كمية افلام ما شفتهاش. الموضوع ده يا فاروق لعلمك بيفكرني بيوم لما قابلتك في الشارع صدفة. بقولك ايه يا فاروق. ايوه يا جيمي انت لسه صغير. بطل استهبال بقى عامل ايه انت ايه رايح فين؟ انا رايح اجيب شتا. فاهم ان انا بقالي كتير ما شفتكش صح؟ مش عارف انت ليه. ايه الاخبار عامل ايه؟
فاكر لما وقفنا البودكاست؟ يعني يعني مش بحب اتكلم في الموضوع، ما احنا قلنا كل واحد واحد يروح في حته صح. انا هروح. طب انت اخبار؟ انا هروح اعمل بودكاست مع علاء. وانت رحت تعمل بودكاست مع علاء، تفتح محل فطاير. صح صح، عشان ده الايكويفالنت الايكويفالنت البودكاست مع علاء. مع علاء مش اي بودكاست. كويس ان احنا بينا نفس الكيمستري يعني انت. الحمد لله. بس طبعا يعني يعني مش عارف يعني يعني بيوحشني ان انا اسجل معاك. انا كمان بس قشطة. We made the right decision. يعني من ساعة ما منعوا المايكات وانا مش عارف اعمل ايه. صح صح. فاكر لما المايا لما اصدروا قرار بمنع المايكات. اصدروا قرار المايكات. فانت روحت عشان تسجل مع علاء، لان علاء كان معايا اخر مايك. اخر مايك عشان هو المايك الوحيد اللي authorized. صح. يس يس. Yeah, good times. ماشي اشوفك around. ماشي. انا معايا نمرة كده كده هبقى اكلمك. تمام تمام. باي باي. يا لا، فاكر لما كنا صغيرين فاكرين ان احنا مش هنكبر وكنا بنقلد نفسنا واحنا عواجيز. ايوه يلا نفتكر بقى. يا لا ايه جيب اللي احنا بنعمله ده؟ احنا بنمثل ان احنا عواجيز بقى. ده احنا بنعجز ونأجز بقى. حلو قوي. التايم كونفيوجن ده حلو قوي. بنأجز ونأجز. افتكرت انا افتكرت. فاكر وفاكر لما كان باين في حلقة 98 جت من مستقبل بدل 50؟ يعني ايه كلام؟ احنا كنا وصلنا الحلقة 49. جت الحلقة 50 ما لقيناهاش، لقينا بدلها حاجة ابلودد لوحدها حلقة 98. لما اتكلمنا فيها على كده حاجات لقينا بنسمعها احنا زي الناس اللي بيسمعونا. ايوه عادي يقولوا اللي مش عارف عادل امام عادي يفولوا عليه. مات حيموت هو. مات مهم. ويقول لك كوبايتين قهوة حيوقفوا. طب هم وقفوا راجعين، بس احنا هنعتبرهم لسه موقفين. والله العظيم ناس متخلفين عقليا. ايوه المهم. انا جيمي. كل واحد ليه كوباية. يا بني ادم انا بقدم البرنامج. صح. دي انت بتقدم اني حلقة بل 312. ايوه. انا بقى وجعني قوي. انا مش ممكن. احنا عملنا كل فلاش كول باك ان فورورد، عملنا كل حاجه بتتعمل يعني. ما سيريسلي وير فيري اكسايتد. انه طبعا الناس كتير قالوا لنا على الباسوردز بتاعت حلقه 50. بس وي فاينلي جوت الباسورد الصح يعني. يس. بس احنا الحلقه هتنزل بعد رمضان على طول. يب. فانتوا بعد المفروض 97 تسمعوا 98 بتاعت زمان، بعدين تسمعوا 49، بعدين تسمعوا 50. فانتوا وراكوا واجب اربع حلقات لذيذه. يا ريكاب ريكاب سريع. عشان بس نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه وبنعمل ايه وكده. فاهمين ايه يعني؟ بس النهارده عندنا بقى سيجمنت ايه؟ عندنا سيجمنت اسمه الزقوا في اخته. سيجمنت عبارة عن لما يكون في ولد واخته، والاخت تبقى مسترجلة قوي، فالولد بالتبعية بيبقى اللي هو بسيط كده مش عارف يعمل اي حاجة. فده السيجمنت بتاع الزقوا في اخته. ما اعرف نو وات ذير از. شكرا. ده كان السيجمنت بتاع الزقوا في اخته. طب انت عايز تعمل اني سيجمنت الاول؟ نعمل فان ميل الاول. تعال تعال نعمل فان ميل. صحيح ماشي. يا جماعه دلوقتي سجمه الفان ميل. يلا. في السجمه ده بنشوف الفان ميل. الفان ميل. ماشي. اوت اوف ذا اوردينري. الفويس مسج الجايه دي من هلا نور. هلا بينيو. هللويا. انا حاسس ان هالابينيو ممكن تاخد مرتبه اعلى من الكواليفاي. تبقى هي ممكن تاخد مخده كمان لو عايز.
God damn, that's awful, man. Yeah. This shit is awful. مرتبة أعلى من إيه؟ من qualified؟ ممكن تبقى qualified. Qualify عليكم, brothers and sisters. Qualify. My name is Shaikun Abdul Jafar. Let me talk to you about some. إذا طب تعالى بعد الفان ميل نقول لهم على الاختراع بتاعك الجديد ولا فيكس؟ لا لسه في كاركتر جديد صحيح. ماشي. المهم الفويس مسج الجاية دي من هالابينيو. كل مرة بتبتدوا الابيسود ازيكم يا جماعة عاملين ايه اللي هو عايز اقول احنا كويسين الحمد لله انتوا عاملين ايه بس طبعا حتى لو قلت مش هيوصل لكم فحسيت ان النهاردة انا عايز اوصل لهم ان كله تمام كله زي الفل فحبيت اقول كده شكرا ان انتوا تسألوا. Thank you Ala for the message. Fake out. Quite a fly. وعمتنا احنا بنسأل عليكم بجد بس بيفن ضحنا مستمعينكم. جنوال عايزين نعرف انتوا اخباركم ايه. احنا حاسين بيكو. احنا قلوبنا في الكلية. والكلية في نزلت في التويلت. ماشي. في المسينة. ماشي. هاي شيرين. هاي فاروق. علي زين الدين انت بتخيل ان احنا وصلنا الحلقه 97 علي زين الدين خلاص تم 30 علي زين الدين علي سيف الدين تم 30 علي سيف الدين تم 30 30 احنا عايزين نطمنكم يا جماعه ان بعد سعر الدولار لما غلي كوالا ساندويتش هيفضل بنفس السعر which is nothing and we're so happy man yeah buddy وماشي والمسج الجايه من 7 سامي ومراته اللي اسمها كل مره بنساها وبتفتكر ان انا بغلط اسمها ابتهال ماشي خلاص هعيد الحته دي عشان يبقى او فاتن لا لا ابتهال ابتهال ماشي المسج الجايه دي من 7 سامي ومراته نسيت immediately استنى انا مثلا هسيب الحته دي عشان خلاص اتس تو فاني ان انا اشيلها ماشي اوكي يلا بينا اسمها ايه تاني معلش انا اسف ابتهل ايوه ساي اوكي ماشي كل واحد ليه دبابه ناس بريئه وناس كدابه كل واحد ليه ناس بريئه وناس كدابه وانت عايز من ايه محدش واخد منها حاجه محدش واخد منها حاجه الله يحق انا عاجبني ان الفينالي هو اللي عملها مش هي يعني هو it's pretty obvious ان هي اللي صوتها احسن بس ان هو بس هو he might be the funnier لو البودكاست ده كان عن المزيكا كان اظن هي اللي هتعمل الفينالة بس عشان البودكاست ده عن الكوميديا فالكوميديا تكسب شكرا جماعة الحصان لما بيمشي على رجل واحدة بيبقى اسمه ايه بيبقى اسمه مونو هورس يونيكورن اسمه حمار ما تمشي على رجليك كلها يا ابني دي القرف يس ده شغل مونولوجيست ده ادو ارا واو مي A killer person. ماشي. قولي بقى الكاركتر الجديدة. انت اللي عندك كاركتر جديد. انا عندي اللي هو انيا. صح. ايوه افتكرت. اكيد مكسيكان. اكيد مكسيكان او تشاينيز. ماشي يلا. الكاركتر الجاية دي هو كاركتر. هو واحد عايش مع جدته. هما مكسيكان. وهم. مكسيكان. مكسيكانز. وهو غلبان قوي وهي عندها زهايمر او يعني عادي عجزت يعني فمش دايما مركزه فهو الكاركتر على طول في الحمام هو في الحمام وهي بتعدي بالراحه كده وتقول له هو بيقعد وقت كتير قوي في الحمام هي بتخبط عمل ميخا what are you doing inside فيقول لها I'm pooping. فهي تقول له اوكي. بعدها بخمس ثواني. هي غوزي مادريغال. What are you doing inside all this time? فيقول لها I'm pooping ابوليتا. اوكي.
انا هيميريتو are you going out اتغير في الدلع عشان ماشي are you going outside the bathroom anytime soon I'm pooping Abuelita I can't hear you انا عجبني قوي بس انا قلت الجيمي لما سمعت الكاركتر السيتويشن ده يعني ان هو في الاغلب عمله كله عشان يقول كلمه ابوليتا بس طلعت غلط بس كان نفسي يبقى ده الصح يعني هو يعمل حاجه بس انا بحب الكلمه دي قوي انا ابوليتا بحبها قوي بحب بس انا عاجبني اللي هو بيقولها كانها اللي هو باصص الكاميرا وبيعمل بيشترك كده اللي هو I'm pooping اللي هو what am I gonna do you know what I'm gonna do though في فكره ابلكيشن جديد بقى ما حدش يبقى اوفندد يلا المهم الابلكيشن هو ابلكيشن ماشي اب 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 مشروع جديد ابلكيشن تكتب عليه اسم اي حد ويقول لك هو بنسبه قد ايه مسيحي وهو مش بهدف اي حاجه بس بهدف ان رمضان بيبقى داخل وانت بتبقى اللي هو Hey man, you want a piece of cookie? You want some cookie? بس الفكرة hey ان انت man, وانت so... بتكتب الاسم هو بيقول يعني عارف انت لما بتعمل جوجل وجوجل يعمل بريمونيشن انت هتكتب ايه؟ فهو بيكتب لك البرسنتج وانت لسه بتكتب الاسم انت بتكتب مثلا قول انت عندك ان مثلا انت هتكتب مثلا النبي وانت لسه بتكتب بعد كده هيكتب لك 2% مسيحي بعد كده هتكتب دانيال فهتبقى النبي دانيال هيكتب لك 99% مسيحي اوكي تكتب النبي دانيال محمد يا دي ايرور بقى خلاص اللي هو وات ذيس يب لو كتبت على الشيخ هي وان نو شيت انيسيسري دي كانت حلوه دي انيسيسري خالص لا قول اللي انت قلتها بتاعت ان لو انت كتبت عيسى في الاول هتبقى 99% مسيحي بعد كده تكمل يبقى عيسى شريف هيبقى 79% بعد كده عيسى شريف عبد الرحمن 0% مسيحي خلاص اصل انا ما فهمش المسلمين اللي بيسموا عيسى بيبقى فيه جو هنا هو طب ما تسيبوا لهم حاجه خلاص كفايه يعني you don't have to ان انت تربط ان قوي كده يعني اوكي فهمت قصدك يعني عشان كان عندي واحد صاحبي اسمه محمد عيسى ففي جو كده اللي هو واي ايه ده انا عمري ركزت في الموضوع ده يعني انا في واحد صاحبي اسمه عيسى وبقول له عيسى عمري ما ركزت ان ده يعني ان هي على سيدنا عيسى بحس ان هي خلاص يعني هو عارف اللي هو تشيك ميت قوي كده اللي هو انا هسمي حد في ديني باسم النبي بتاعك انا يوين حاسس ان هو مكفايه ليه يعني في واحده تانية اللي هي قلت لك ديف 87% مسيحي كده شابيل بقت 12% مسيحي عشان شابيل مسلم بس لا جنونلي المفروض ان احنا نبقى مور توليرنت اوف ايتش اذر في حد بقى انت كتبت عنه unless you're a Jew man ايه تفتكر في ناس جوز بيسمعوا البودكاست مش عارف ماشي مش مهتم يعني مش فارق لي اصلا انا مش فارق لي اصلا اي حاجه يعني عامه ولا انا ما بهتمش قوي فكره اللي هو ايه على فكره ده اللي هيكسب في الاخر حاسس ان الكلام فاضي وانا اصلا مش بفكر في الموضوع ان مين هيكسب في الاخر انا مش مهتم حتى بال يعني ايا كان لو هم وايت او مسلمز او اي او ميلز انا مش فارق لي الميلز مش فارق لي الرجاله ولا فارق لي الناس البيض ولا فارق لي العرب فاهم قصدي يعني انا مش حاجه هنا اكتر حاجه فارقه لي بس السن يعني هتضايق قوي لو في ناس عندها 7 سنين بيسمعوا القرف ده اكتر حاجه يعني في حد قاعد عنده 7 سنين وعمال اللي هو استنى بقى لما اشوف بيك اب لاينز عشان لما اروح لميس الساينس بتاعتي بعدين بيستنوا ميس باسترز بفارغ الصبر اخي يعني بس مش السيجمنت اللي جاي هو مان ريدل السيجمنت اللي جاي لا احنا مش بنقولها كده صح السيجمنت الجاي لا ما احنا كنا زمان بس ده مش زمان ماشي يا دي النيل بتلخبط خالص موضوع التايم ترافل ده ماشي السيجمنت الجاي هو سيجمنت لا لسه بنقول الفوازير كده صح ماشي سبتني طب انت سبتني ليه بحزق ما هي كده السيجمنت الجاي هو سيجمنت الفوازير
وهو اسمه Riddle in the house. Riddle, riddle. Riddle in the house. Riddle, riddle. وده سيجمنت اللي بنشوف الحاجات اللي انتوا بعتينها لنا. يس. لا انا بعذر اكيد. انتوا بتدوروا وبتقوروا وبتجيبوا لنا اجابه ما لهاش معنى. فزوره النهارده بتقول ماما ماما. لا استنى. هو دور على مين؟ الدور عليا صح؟ اه صح ماشي ماشي. ايه الحاجه اللي عندها فوبيا من النجف؟ اوكي. وبتشخن. يعني ايه؟ ما هي النجفة هي اللي بتشخلل. لا لا انا لسه لا دلوقتي من كريستال عصفور ما بتشخللش. يبقى الفزورة هي ايه الحاجة؟ بعدونا اقول اجابات على فزورة ايه الحاجة اللي عندها فوبيا من النجف وبتشخلل. بس بتشخلل. بس بتشخلل وبتشخلل. وبتشخلل ماشي ستوبي. ابعتوا لنا الاجابات. هنزل فيديو فيه الفزوره وابعتوا لنا الاجابات وكده. اجابات مليانه حاجات. اجابات اجابات مليانه حاجات. كل واحد ليه دب. مش عايز نعمل سجمه اغاني؟ طيب نعمل جوني كاش ولا حاجه؟ ممكن. لا بجد؟ I don't care about life, man. لا بجد والله. مش هروح اجيب جيتار. Yeah, buddy. بس ما نوقفش حاجه بقى خليه كله شغال. ما ثانيه واحده. Somebody once told me. عايز نعمل جوني كاش ولا اوكي تمام ولا درام رولز بيك رولز؟ تعال نعمل درام رولز. درام رولز اعتقد. ماشي ليتس دو ذس. بس انا هلعب حاجات حزينه قوي بقى عشان ما عنديش مشكله. بس المهم بقى سامع. بس سامع كده؟ لا يعني اعمل حاجات كتير. سامع اهو. ماشي يا جماعه. سيجمنت درام رولز بيك رولز. فاروق بيعزف لنا مقطوعة موسيقية وبنرتجل أغنية من لاين ات تايم. الأغنية دي مش حزينة. ما فيهاش موت وخراب ديار. الأغنية دي مش حزينة. مش حزينة خالص. انتوا اللي ناس حزينة. انتوا اللي ناس حزينة. انتوا ناس حزينة. انتوا اللي ناس حزينة. طاعون او حاجه. انت قلت طاعون؟ طاعون. واحد صاحبي كان اسمه حاجه طاحون. اسم عيلته كانت طاحون. ده زي ابن خالتي ده. انت عارف ان العالم كله بيتمحور حواليهم. اي جاد ديم. ماشي ديس فوني. طب يلا بس ابتدي انت. مين اين دوين ناتين؟ عشان مش سامع كويس فانا بمشي على خطوات. طب تعالى نعيد الـ 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 الاغنيه دي من الاول. مش حزينه دي. بس واحده ثانيه ممكن نعمل واحده ثانيه عادي. ماشي قشطه. انت ليه مش سامع بقى؟ بيبقى الصوت يعني مش بيبان قوي يعني بيبان حتت من المزيكا. نايس. لا 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 لا
اشوفش اللون الاحمر ما بشوفش قولوا ما بشوفش ما بشوفش ما بشوفش ما بشوفش اللون الاحمر انا ما بشوفش اللون الاحمر لما بشوف ماتش اهلي وزمالك بفتكر ان الاتنين زمالك زي لما تختار نفس الفريق وانت بتلعب بلاي ستيشن زي لما باجي افتح البطيخه ما بعرفش قرعة ولا حلوة انا ما بشوفش اللون الاحمر لما باجي بنزف لما باجي بنزف بفتكر روحي بفتكر بفتكر ان في حبايه فرقعت انا ما بشوفش اللون الاحمر وانا ما بشوفش اللون الاحمر مره اشتريت قوطه كيلو بخمسين جنيه طلع ان انا اشتريت بيض انا ما بشوفش اللون الاحمر 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 انا ما بشوفش اللون الاحمر انا ما بشوفش اللون الاحمر انا ما بشوفش لما الفالنتاين انا لسه حالك كنت هدخل فين بس جاي اعملها طب يلا خش خش انت خش انت انا خش ماشي ماشي يلا يلا لما بفلرت مع ايه ده في ايه انا بهديت هديت ماشي اوكي ماشي لما بفلرت معها مش بفهم هي اتخضت ولا مكسوفة يوم الفالنتاين بشوف دباديب كتيرة وما بعرفش اجيب الوردة اللي بتحبها انا ما بشوفش اللون الاحمر انا ما بشوفش لما شفت الدباديب البيضاء افتكرتها مظاهرة عشان البولر بيرز بتخلص Man, you is funnier than my mama. يعني حلو قوي. ماشي الأغنية اللي بعدها ب sponsored by فودافون المايوهات المايوهات sponsored by فودافون في التسعينات فودافون التسعينات والمايوهات ليه ليه التدبيس ماشي يلا بينا ما اعرفش حتى معايا رصيد ارن على مراتي حتى معايا رصيد ارن على مراتي شريحة بتاعتي مبينيل مفيش حاجة اسمها اورنج دي حاجة انا لسه ما سمعتش عنها حد معايا كارت ميناتل عشان بيبقى ارخص من فودافون
انا مش بعرف اتكلم in public بس لازم اتكلم من مينتل. حد معاه مايوهات كتيرة عشان نبقاها عالشط في راس البر ويبقى معانا فلوس ان انا اجيب رصيد من فودافون 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 من فودافون. عايز اجيب شريحة اتصالات من فودافون. عايز اجيب مايوهات من فودافون. الشريحة بيجي معاها هدية مايو. عايز اجيب بنات من فودافون. انا ما بشوفش اللون الاحمر فبالنسبة لي فودافون لوحة بيضة. انا ما بشوفش اللون الاحمر بالنسبة لي المايوهات في التسعينات نفس اللون. انا ما بشوفش اللون الاحمر فودافون لوحة كبيرة بيضة. نفسي اشرب بيبسي زي عمرو دياب عالشط بس انا شايف البيبسي لونها ازرق بس. ما منفعش اشرب كوكا كولا فودافون. شجع الاهل يجيب وردة انا حياتي مش تليفون. مين اتل هو الصح مين اتل هو الصح مين اتل هو الصح. انت بتقول ايه؟ ويمبي بس بصوت متخلف. ويمبي؟ مينتل هو الصح مينتل هو الصح مينتل هو الصح مينتل هو الصح. المكالمة بربع جنيه والرنة بربع جنيه تكلم خالتك بربع جنيه كلم صاحبتك بجنيه ارخص من فودافون. فان باي النوكيا 3310. شفت فيلم ريد نوتس وبرضه بنضر. شفت فيلم ريد نوتس بنضارات بتشوف اللون الاحمر ولسه الفيلم وحش. لسه وحش محدش يشوف ريد نوتس نتفليكس. تخلف في براندز كتيره قوي لونها احمر. دايما دايما. يا اخر اغنيه ومرجت هوم بقى. يا لهوي اكتر من كده. حاسس ان احنا عملنا اقصى حاجه عندنا. على الهادي بقى. على الهادي في الزبادي بقى. على الهادي في المعادي. I don't like you me. ماشي. انا متضايق قوي ان لو حد يشوف اللون الاحمر هيفتكر ان الاعلام كلها مش سيمتريكال. ده ايه ده بهدله شديده ده. طب يلا بينا. ده بهدلة شديدة. عالم السين ما. عالم السين هيبقى كله ابيض او في يعني نجمتين صفر في النص يعني. او صار هو لو واحد ما بيشوفش اللون الاحمر بيتبدل بايه؟ اللون اللي بيتبدل بيه بيشوف سعره كام يبدل بيزد عليه. نايس نايس. يلا بينا. انا ما بشوفش اللون الازرق. دي لون جديدة. تعال ننهي الحلقة خلاص. تعال ننهي الحلقة. شكرا يا جماعه ان انتم بتسمعونا. ارتقبونا. احنا هناخد اجازه بس في رمضان. يس بليز دو تشاريتي. في رمضان عشان هو ده رمضان فعلا يعني. ففعلا دو تشاريتي مش زي كل مره. اعملوا تشاريتي عشان في ناس كتير معهاش دولارات.
وانجوي رمضان. احنا مش بنعمل حلقات في رمضان عشان احنا بنبقى في الساحل. بنعمل حلقات اكسكلوسيف لمارينا 4. مارينا 4 دي واحدة صاحبتنا بس هي تخينة قوي فبنديلها رقم بعد اسمها. هي لما نحطها على الجهاز بنكتب مارينا فبتبقى 99% مسيحية، أول ما نكتب 4 اللي هو what what is that a number is that a person me your sister is a number. مهم فما اعرفش فانبسطوا. واحنا في احنا هنعمل ايه في الحلقه 100 بقى؟ هنغير ونضير زي ما احنا ماشي اتفقنا. شكرا. هنستضيف صاحب البودكاست الحقيقي. لا هنستضيف هريدي ونقول له ماه وي ار تايم. يعني بس هابي رمضان. واستنونا بعد رمضان عشان فاينلي هنريليس حلقه 50. يب. You better watch yourself 100%. 100%. 100%.